وربما يكون هو غير مختص بالإجابة عليه، وهو الخاص بالأمانة العامة للحزب الوطني والمكتب السياسي. هل هناك أي تصور لإعادة صياغتهما أو ضم أعضاء جدد أو التخلص من بعض الأعضاء منهما أو إلغائهما تماما وإعادة التشكيل؟ لا، من المؤكد أنه الحزب الوطني يقيم أداؤه ويقيم أخطاء إذا كانت موجودة ويصحح أخطاءه، لأنه هو الحزب الذي يجب أن يكون دائما متماسكا. نعم، بشكرك جدا السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى. هل لديكم أي تعليق؟ الهيئة العليا للوفد كلفت بالأمس المستشار بهاء أبو شقة بالتقدم للنائب العام والمدعي العام العسكري ضد مجموعة من الأشخاص من قيادات الحزب الوطني بالأسماء، والذين دفعوا ببعض بلطجية الانتخابات لإحداث حدث من أحداث يوم الخميس، والحقيقة معروفين بالاسم وينتموا للحزب الوطني وقيادات في الحزب الوطني. نعم. قد يكون السيد صفوت شريف ما يعرفهمش، يعني ما عندوش هذه المعلومة. هم طبعا مش هيروح يقولوا بس. لكن احنا معلومة بالنسبة لنا، هناك بلاغ قدم او سيقدم الى النائب العام والمدعي العام العسكري ايضا. اللي حصل ده يعني انا بعد خطاب الرئيس، وكان خطاب مؤثر جدا زي ما انت قلت انك نزلت متاثر. انا نزلت اهتف لمصر. انا يعني بالظبط الناس تاثرت مع بالذات في العباره التي قال فيها عشت في مصر وحاربت. نعم. من اجل مصر واموت في مصر. انا اسرتي بكت متاثره طبعا، وأسرتي وأسر كثيرة بكت، ناس اتصلت من الخارج في حالة تعاطف شديد جدا. لكن للأسف اللي عمله بعض قيادة الحزب الوطني سرقوا كل حاجة، سرقوا هذه اللحظة، وكانت لحظة هتعيد الاستقرار والأمن تماما. نعم. حتى الموجودين في ميدان التحرير شعروا أن المجتمع المصري تعاطف، لكن الحقيقة لابد أن يحاكم. هم لم يخرجوا حبا في الرئيس مبارك، وأرجو أن هما ده خرجوا وجهة نظركم. هم خرجوا دفاعا عن نفسهم وخوفا من المستقبل. بالظبط كده، هو ده اللي حصل، هو انقضاض ده على لحظه فاصله لها قيمه ومعنى. بص يا استاذ خيري، انا اولا بأؤكد يعني في حدود معلوماتي واتصالات الاعضاء الاخرين في الحزب الوطني ان ما شفتش، ما اعرفش حد كان له دور في هذا الامر. نعم. بس انا بأؤكد ده عشان تبقى الامور في وضوح. انا دايما احب البرهان، انا راجل ما ألقيش الاتهامات جزافا، لكن أستخدم عقلي السياسي وأقول من المستفيد من وراء ذلك؟ من المستفيد من مهاجمة الشباب في التحرير وإخراجهم؟ بالقطع مش الرئيس مبارك طبعا، وبالقطع مش الحزب الوطني، لأنه هو الحزب الوطني بيخسر إن كان ده بيعمله، وبالقطع مش الشباب اللي فازوا، دول كسبوا، دول حققوا أهدافهم، وبالقطع هناك من هو وراء هذا الإجراء. في رأيي أن نبقى ناس عقلاء ونقول بدل ما نتهم عموميات، إن كان هناك اتهام معين بأشخاص معينة يتم التحقيق، والكاميرات صورت وجوه الناس متشافة يا جماعة، يعني أي محققين جادين يقدروا يعرفوا الناس دي فين ويجيبوهم ويحققوا معهم. بالعقل الشعبي ما تشوفهاش نقطة نازلين ينقطوا بعض الأعضاء الذين لديهم ثروة يعني واستخدموا رجالهم في الانتخابات؟ يعني أنا بص، اللي جابوا الناس نفس الناس، نفس الملامح، نفس التركيبة في أماكن. احنا في مرحلة حادة جدا. الناس اللي استخدمت في الانتخابات هم نفس الفئة من البلطجية اللي استخدموا في العدوان على الشباب الموجود في ميدان التحرير. يا دكتور سيد، وزي ما انت قلت، هي ناس مش بتدافع لا عن مصر ولا عن الرئيس، ده بتدافع عن مصالحها وعن اعناقهم، لانهم شموا نفسهم وحسوا انه ممكن يبقى في قوه. خلونا نتفق على حاجه. نعم. اللي عملوا كده لازم يتمسكوا ويتعاقبوا. احنا متفقين على ذلك. خلاص. في اشخاص موثوقين بالفعل طلعوا يمين طلعوا شمال تتقطع رقبتهم. طبعا تمام. بس تمام. في درس سياسي مهم من ده خير في الحقيقه، انه انا شخصيا لا استبعد ان في شخصيات لها صله بالحزب الوطني بالنظام نظمت هذا العمل. نعم. في عشرات من الأدلة على هذا، لكن ما أقدرش أقول أنه يعني إذا كان السيد عمر سليمان مثلا هو الآن يقود الأمور، نائب رئيس الجمهورية يقود الأمور، لا أظن بالمرة أنه هذا مرتبط به. اللي هو بيقول لنا إيه؟ أنه زي ما المعارضة بتاعتنا فيها فئات متنوعة وكذا، وفيها ناس بتركب عليهم، الحزب الوطني أيضا، النظام المصري أيضا لم يعد
هيئة واحدة، جهة واحدة تتحدث إلى السيد عمر سليمان، تتحدث إلى السيد رئيس الوزراء، لكن هناك اجتهادات كثيرة، هناك حالة من حالات السيولة. أظن أن ما ظهر يوم الأربع في ميدان التحرير اللي هو أفسد تماما زي ما الدكتور سيد وصف، أفسد تماما ما نتج عن مبادرة الرئيس مبارك يوم الثلاثاء، وأعدنا إلى مرحلة مبكرة جدا في هذه الأزمة. ودي مسألة مهمة في التعامل مع النظام السياسي في هذه المرحلة، لأنه في كثير من الاجتهادات، التصرف لحماية مصالح، لفرض تصورات، لم نعد إزاء النظام السياسي المصري يتحدث باسمه واحد فقط إلى آخره. وربما سنجد في الفترة القادمة اجتهادات كثيرة من هذا النوع، بعضها يمكن أن يكون مدمر زي ما حدث يوم الأربعاء الماضي. فالتمييز هنا مهم وأخذ هذه الحقيقة. لك كلمة في هذا. هذا أنه أنا الحقيقة أنا أكره الاستخفاف بالعقل، وأنا شايف أنه الحكومة والحزب الوطني بيستخفوا بعقلنا. ما ينفعش الحكومة تقول أنا ما أعرفش، وما ينفعش الحزب كمان يقول أنا ما أعرفش. طب مين اللي بيحكم البلد؟ مين اللي يعرف؟ هل اللي بيحكم لابد عليه في نفس أنا اللحظة؟ أنا أكمل طبعا في نفس اللي اللحظة. لك النتيجة. لا أنت بتتكلم عن إيه؟ أنت بتتكلم عن جمال وحمير وأحصنة وسيوف جاية من آخر الجيزة، من الهرم، مخترقة كل شوارع الجيزة وكل شوارع القاهرة، مصاحبة للقطات لبعض المظاهرات اللي سبقت دخول هؤلاء إلى ميدان التحرير، يقولوا على الناس اللي موجودة في ميدان التحرير تطلع برا ولازم نخرجها. ده جاي على الفضائيات. ما ينفعش تقول لي إنه في بعض الناس كانت بتعمل ده نوع من أنواع المجاملة أو الانفعال. لا، مفيش حد يجرؤ، لا رجل أعمال في الحزب ولا نص قيادة في الحزب ولا نائب في الحزب ولا مسؤول في الحزب أو في الحكومة يجرؤ إنه يعمل فعلة زي دي إلا إذا خد الإذن وخد الضوء الأخضر. نعم. إنه يعدي ومحدش يقول له أنت رايح فين. هو أنت هو تقدر، حد بيمنع حد أنت تقدر في فيه. لا لا لا، أنت تقدر تخش، انت تقدر تركب حصان ويجيبه من اول منطقه ممكن. لا لا، انت عشان توصل للتلفزيون هنا بتتفتش 500 مره بالليل وبالنهار. انت بتشرب حصان فين بالليل وبالنهار؟ يتوقف، انت رايح فين يعني؟ لابد ان في النهايه هذه مسؤوليه الحكومه. نعم. ولابد من ان تكشف عنها لانها جريمه، لانها وصمه عار. وصمه عار قال انه هيعلن. ما انا بقول لحضرتك، وصمه عار في جبين الحكومه وفي جبين الحزب، ولا يستطيع احد ان يتبرأ من هذه المسؤوليه. تمام. احنا الناس اللي قتلت واستشهدت في ميدان التحرير وضربت بهذا الشكل المهين الوقح لابد ان يعاقبوا. ما ينفعش هذا الكلام. ما ينفعش ونصغر المسائل ونسطحها. لا، مش هنصغر والجريمه تقاضى ضد المجرم. ما حدش في تصغير، ما حدش هيسمح لحد يضيع حقوق الناس تاني. ما حدش، خلاص انتهى هذا العهد. نعم، تسمحوا لي نقف دقائق عند حوار الفريق احمد شفيق، أشوف بس توقفت عن ما قال يا دكتور سيد. يعني أنا يعني طبعا مع تقديري الشديد للفريق أحمد شفيق، وهو رجل يستحق التقدير، لكن أنا بعتبر هذه الحكومة ليست حكومة مستقبل. أنا بعتبر هذه الحكومة حكومة تسيير أمور وحفظ الأمن. نعم. لفترة انتقالية. حكومة أزمة. حكومة نعم. أزمة، وبالتالي إحنا يجب أن نتعامل فقط مع الأزمة. نقبل منها الآن ده. طيب. نقبل منها الآن التعامل مع الأزمة كي محاسبة من خرج على النظام في الواقعة دي. ده أهم شيء لازم أن يشغل رئيس الوزراء. المجموعة أنا عارف إنه أعلنه، لكن لابد أن يهتم به اهتماما كبيرا. مجموعة دخلت تسببت في مقتل استشهاد 8 من شباب مصر، جرح اكتر من 830 شاب او مواطن مصري. دي جريمه كبرى طبعا. دي جريمه كبرى لابد ان يحاسب المسؤول عنها. ايضا مسؤوليه الحكومه في هذه المرحله تقديم كل من افسدوا الحياه السياسيه والفاسدين للمحاكمه. هذه حكومه انتقاليه ترضي رغبة الشعب في التغيير. نعم. انا مش عايز اتكلم بقى على وضع اقتصادي وحل ازمات اقتصاديه، الكلام ده هتيجي حكومه منتخبه من الشعب، انتخاب حر. لكن حتى في هذه المرحله الحرجه هو فريق احمد شفيق اتكلم في ده، لابد ان يكون واحد من الملفات عشان الناس كلها ما فيش كلام. انا معك، لكن انا الحقيقه يعني انا اثق طبعا في 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 الفريق احمد شفيق تماما، اثق في النائب عمر سليمان تماما، وهذين الشخصين الحقيقه
كان امل لينا كبير كتير كمصريين انه ان يجي نائب رئيس جمهوريه في وقت من الاوقات زي النائب عمر سليمان، كان امل لينا ان يجي الفريق احمد شفيق رئيس حكومه في وقت من الاوقات. يمكن جم في ظروف صعبه جدا هم معذورين فيها، محتاجين مساعدة ومحتاجين مساعدة، لكن أنا عايزهم يهتموا بالملفات التي يهتم بها الشارع. الشارع الآن كل شغله الشاغل أولا. الحديث عن الشارع بمعنى الشارع، وده برضو جزء مهم قوي، أنهي شارع؟ يعني الشارع السياسي، يعني في قطاع كبير من الشعب المصري غير مسيس، ملوش علاقة بالسياسة خالص، قاعد يطلع نكت وقاعد يئن بيعيطوا، في ناس في ملاجئ أطفال مش لاقين لبن، مش فارق معهم أي حاجة في الدنيا، في بيوت كتير مش شاغلها. فأنا بتكلم عن الذي يهتم به الشارع. لو سألنا الناس، لو عملنا النهاردة استفتاء أو رفعنا التليفونات أو عملنا أي إجراء وقلنا الناس أنتوا عايزين إيه دلوقتي، ربما يكون مطلبهم الأكل أو العلاج، مش كده برضو؟ أو أنا غلطان يعني، أو الأمان الشخصي، أو إحساس الأمان اللي إحنا طبعاً. إحساس الفزع اللي جوه كل فرد مصري. ما أنا ليه بقول كتير، أنا ليه بقول كده؟ الأسر المصرية معتقلة في بيوتها النهاردة. الأسر المصرية في أسر وبناتنا وولادنا ما بيعرفوش يخرجوا من بيتهم بقالهم 10 أيام. نعم. الحل ده عايز حل سياسي. النهاردة في مطالبات سياسية بتغيير النظام. نعم. الشلل اللي موجود في المجتمع ده سببه خلل سياسي. نعم. النهاردة لابد من 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 استعادة الثقة بين الدولة وبين الأحزاب والقوى السياسية والشباب اللي واقف في ميدان التحرير. نعم. هناك ثقة مفقودة. هو الشباب اللي واقف في ميدان التحرير، هو مش مصدق الاجراءات، كان بيحلم باجراءات اقل من كده بكتير، كان بيحلم فعايز يحافظ على تحقيق حلمه. لابد من اجراءات تعلن بعيدا، يعني زي ما انت قلت في الحوار معاه، الافراج عن كافه المعتقلين السياسيين وعن كل من حكموا امام محاكم استثنائيه ويعاد محاكمتهم، لا يعاد محاكمتهم امام محاكم مدنيه، لكن يفرج عنهم الان، ده نوع من كسب الثقه. الاحزاب السياسيه التي تم حلها بلجنه الاحزاب زي حزب العمل زي حزب الغد، نقول لا، لجنه الاحزاب نرفع الحصار عن هذه الاحزاب وتبدا ونسمع بإنشاء الأحزاب اللي عايزين أحزاب ينشئوا أحزاب، نبدأ إجراءات تعيد الثقة إلى الشارع السياسي، إعادة الثقة إلى الشارع السياسي وإلى الشباب المعتصم الآن في ميدان التحرير هي اللي هتحدث انفراجة للأزمة. نعم نعم أستاذ